السلام عليكم، مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله وبعد الحملة الناجحة التي قمت بتبنيها بمشاركة بعض النيتشات المربحة مع المشتركين الأوفياء، اليوم إن شاء الله سأريكم الطريقة الصحيحة التي أتبعها للبحث عن هذه النيتشات وإيجادها بكل سهولة وفي وقت صغير جدا. إذن إخواني الطريقة هي سهلة جدا، ما عليكم سوى التركيز في مشاهدة هذا الفيديو وتتمته حتى النهاية، لأن هناك بعض النصائح المهمة التي سأقدمها لكم في هذا الفيديو. وقبل البداية في الشرح إخواني، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول، لأن هناك فيديوهات حصرية قادمة إن شاء الله، فكونوا في الموعد. إذن على بركة الله، أولا نقوم بالدخول إلى أمازون كالعادة. نقوم أولا بتغيير الأدرس إلى السوق الذي نريد الاشتغال عليه، مثلا أنا أشتغل على السوق الأمريكي، ثم بعدها هنا أقوم باختيار الكتب في قائمة البحث، ثم أبحث هكذا، ثم بعدها أذهب إلى هذه الخانة Advanced Search، ثم ستظهر لي هذه الخانة. إذن هنا لدينا الكيورد، أختار مثلا النيتش الذي أحبذ الاشتغال عليه، مثلا Coloring Books، ثم أضع هنا اسم الكاتب والعنوان وكذلك الاسبين، أتركهم كما هم. ثم أأتي إلى هذه الخانة على اليمين، أختار هنا الحديثة من هنا، ثم هنا الpaperback لأنني أريد الكتب paperback، بالنسبة للسن أتركه كما هو وكذلك اللغة أتركها كما هي. وأأتي هنا إلى تاريخ رفع هذه الكتب وأختار مثلا هنا ديسمبر 2021، وأختار هنا البيست سيلينج يعني الكتب التي تحقق مبيعات كبيرة، ثم بعدها هنا أقوم بالبحث. إذن هنا إخواني سوف يظهر لي العديد من الكتب والتي تحقق مبيعات جد جد محترمة. ما هي الخطوة الموالية؟ أقوم بفتح نافذة جديدة وأأتي إلى هذه الكتب وأختار العنوان الرئيسي الخاص بها، قوموا بالبحث هكذا. إذن هناك نسبة منافسة، فالمنافسة قليلة جدا على هذا النيتش، وهذه النسبة جيدة للغاية بالنسبة لنا. لكن الأهم إخواني هو ما هي نسبة البحث على هذا النيتش، وكما أريتكم في الفيديوهات السابقة فالطريقة التي أتبعها لمعرفة مدى نسبة البحث على هذا النيتش هو أنني أذهب إلى هذا الموقع، ثم بعدها أقوم بنسخ النيتش الذي أريد البحث عليه. هذه هي نسبة البحث على هذا النيتش شهريا، لاحظوا معي إخواني كم هي كبيرة جدا مقارنة مع نسبة المنافسة عليه. إذن هذا نيتش رائع جدا، ولنتأكد من جديد على أن هذا النيتش جيد أقوم بالذهاب إلى الكتاب، أقوم بنسخ البسائر الخاص به وأذهب إلى هذا الموقع الرائع كذلك وأقوم بنسخ هذا البسائر وأقوم بالبحث. إذن لاحظوا معي إخواني هذا النيتش فهو ممتاز للغاية، فلاحظوا فهو يحقق مبيعات خيالية، 20062 مبيعة في الشهر و 1337 مبيعة في اليوم. إذن هذا النيتش رهيب جدا، يمكنكم رفع 5 أو 6 كتب في هذا النيتش، وصدقوني فسوف يحقق لكم مبيعات جد جد محترمة. الآن سيتبقى لي أن أعرف ما هي نوعية هذا الكتاب أو المحتوى الذي يقدمه لنا. أقوم بالدخول إلى الكتاب وأقوم بالبحث في Look Inside يعني داخل الكتاب. إذن العنوان يبدو عادي جدا، رغم أن هذه الجملة أو النيتش الذي نقوم بالاشتغال عليه فهي كلمة غير مستحبة نوعا ما، لكن ما يهمنا الآن هو أن نبحث عن داخل الكتاب أو المحتوى الخاص به. إذن لاحظوا معي فهو كتاب خاص بالتلوين، هذه هي نوعية الصور التي قام الكاتب بوضعها في الكتاب الخاص به. ومن أين سأأتي بنفس هذه الصور؟ فالطريقة سهلة جدا إخواني، إن كنتم لا تجيدون إنشاء هذه النوعية من الصور، ما عليكم سوى الذهاب إلى Creative Fabrica، هذا الموقع الرائع جدا،
وكهدية مني إخواني سأقدم لكم رابط الاشتراك فيه. بالنسبة للشهر الأول سوف تدفعون فقط دولار واحد وسوف تستفيدون من كل هذه المزايا التي يقدمها لكم هذا الموقع، من خطوط كذلك، من أيقونات، من صور، ومن محتويات جاهزة يمكنكم الاستفادة منها. كل هذا بدولار واحد فقط. سوف أضع لكم رابط الاشتراك في هذا الموقع في وصف هذا الفيديو. إذن ماذا سأقوم الآن بفعله؟ أعود إلى الكتاب الخاص بي وأقوم بنسخ مثلا هذه الجملة وأقوم بالبحث عليها في كرياتيف فابريكا. إذن لاحظوا معي إخواني، هناك العديد من المحتويات التي يقدمها لنا هذا الموقع. فهذا المحتوى لوحده إن أردت أن تشتريه فهو ب$7، لكن إن اشتركت من الرابط الذي وضعته لكم في وصف هذا الفيديو فجميع المحتويات ستقام عليكم فقط ب$1. ولمن لا يملك النقود إخواني، فنصيحتي لكم إن قمتم بالتسجيل أولا في هذا الموقع واستفدتم من الشهر الأول ب$1، فما عليكم سوى تحميل أكبر عدد من الصور وكذلك المحتويات أو أي شيء سوف تحتاجون له من بعد، قوموا بتحميله في هذه المدة الشهر الأول، وبعدها يمكنكم الاستغناء عن هذا الاشتراك حتى تصبحوا تحققوا مبالغ محترمة في أمازون كي دي بي، وبعدها كذلك يمكنكم الاشتراك في هذا الموقع. وكذلك هناك رابط آخر سوف أقوم بوضعه لكم في وصف هذا الفيديو، يقوم بتخفيض 30% بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا من الشهر الأول ب$1 فقط. إذن إخواني، ما يهمني هنا هو هذا الانتريور الذي يقدم لنا كرياتيف فابريكا. هنا المعلومات الخاصة بالمحتوى، بالنسبة للقياس 8.5 في 11 إنش ثم 59 صفحة. إذن بما أنها 59 صفحة، إذن الكتاب سوف يكون ب120 صفحة، لأننا نضع دائما صورة فارغة وراء الصورة التي نقوم بتلوينها. لذلك إخواني، فالطريقة سهلة لإنشاء كتاب من هذه النوعية ومنافسة هذا الكتاب، وإن شاء الله سوف تحققون مبيعات جد محترمة. إذن هذه هي الطريقة التي قموا بها ببحث عن النيتشات الخاصة بي. فهذا نيتش أول قمنا بالدخول إليه عشوائيا ولاحظتم النتائج المبهرة، فهذه الطريقة سوف تقومون بتطبيقها في هذه النيتشات الأخرى والبحث. وكلما تعمقتم وقمتم بالبحث أكثر في الميكرو نيتش إلا وحققتم مبيعات أكبر وأكبر، لأن الميكرو نيتش هو الذي يعطينا تلك الأفضلية، لأن البحث يكون عليه قليل جدا، ولكن لأن البحث عليه يكون كثير جدا والمنافسة جد منعدمة، وبهذا يكون لدينا امتياز كبير على باقي البائعين الآخرين. إذن إخواني، إن واجهتم أي مشكل خاص بهذا الفيديو ما عليكم سوى رفع المشكل في أحد التعليق الخاصة بهذا الفيديو وسأقوم بالإجابة عليه أول بأول إن شاء الله. وإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال، وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول.